بلاغ عاجل من وزارة القصور الملكية وتشريفاتها والأوسمة. أعلنت وزارة القصور الملكية وتشريفاتها والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريفة بمسجد حسن بمدينة الرباط. وفيما يأتي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية وتشريفاتها والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريفة بمسجد حسن بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة المغرب يوم غد السبت 11 ربيع الأول 1444 هجرية موافق 8 أكتوبر 2022 ميلادية. نشكركم على حسن المتابعة.